اوكي علو، انا لسه داخل دلوقتي بروك هيفن عشان في ابديت جديد. حركات الفرخه اللي بتكلم وات، انا نوبلي. الو فين الابديت يا علو؟ مش لاقي اي ابديت اصلا. اوكي الو، ثانيه 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 بلي، عشان حركات الفرخه. هولي بولي، فين سكن ابو علي وفين الشعر وفين الايموجي؟ او ماي جاد، ايه ده؟ مين ده؟ انت مين يا واد انت؟ واد ابو علي مش دلوقتي، مش اتحولت النوب دو. حركات بس علوية النوب والله. اوكي اوكي حركات، هو ايه اللي حصل؟ انت تحولت النوب ازاي؟ وبعدين اصلا انا يعني ازاي تحولت النوب علوية؟ اللعبة بايظة يا ابني ولا ايه؟ ابني لا، ده مش تحديث جديد، تحديث النوبات. انت مش بقيت نوب ولا نوب. بس انت ما بقتش نوب يا حركات، ده انت بقيت شبه الصفارة البيضاء. انا بقيت شخصية النوب بس مش لوني اصفر. انت ازاي بقيت اصفر كده يا ابني؟ انا لونت نفسي، بكمل الابديت. ايه ده، بتكمل الابديت؟ اه فهمت، يعني احنا نزلنا اصلا لقينا شخصيتنا نوب. اوكي اوكي، فرحت انت ملون نفسك اصفر في اللون اصفر. يب كده علوية، انا بقيت صفار البيضة. اوكي اوكي. طبعا علوية اللعبة بتاع بروك ايفن مش عارف بيحصل فيه ابديت تقريبا، فانت اول ما بتدخل اللعبة بيكون الشخصية بتاعتك نوب حقيقي. اوكي، فانا مش عارف ده يعني غلطة في اللعبة ولا ايه، بس تقريبا يعني هيبقى فيه ابديت جديد. صح حركات؟ اول يا ابني مش احنا بقينا نوبات ولا؟ وانا مالي، انا مش دلوقتي بقيت نوب ومضروب. مضروب يعني انت لازم تبقى مضروب؟ ايه ده، ايه اللي حصل في رجلك؟ الكاشي يا ابني، انت كداب يا ابني، انت الكلب بيجري في دمك، ما انت كنت لسه واقف على رجلك. اه ايه ده بقى، وايه اللي حصل لك دلوقتي؟ اتشلحي بقت سليمه الحمد لله يا ابني. ده انت الكلب ده بص يقول لك باشا حركات، باشا. طب حركات يا دوب دلوقتي. اوه حركات، أوه. انت قلت لي ان في ابديت ودخلتني على اساس ان في ابديت يا ابني. ايه اللي حصل في مناخيرك يا ابني؟ ما انت كانت لسه سليمه يا ابني. ناموسه عشان تبقى مخي مش عشان اكل نفسي. ناموسه ايه بس؟ ده انا شكلي عندي لك بنيه عشان انت عيل نوب. استنى يا واد حركات، انت بص، بما اننا بقى نوبات، انا وانت عايزين نعمل تحدي نشوف مين النوب الاقوى يعني، او مين النوب الاذكى، او مين النوب الاشطر. ايه رايك حركات؟ انا تبع يا حبيبي، انا اذكى. اذكى ايه بس باللي انت عامله في نفسك ده؟ انت شبه الاعور. استنى حركات دلوقتي، بص هنعمل انا وانت سباق. ايه رايك نعمل سباق؟ طب يا حبيبي يلا بينا بسرعه، انا جاهز جاهوزه. طب حركات دلوقتي هنعمل سباق علويه. اوكي هنيجي هنا، يلا حركات الفرخه. دلوقتي السباق بينزل علويه. اوكي فدلوقتي ابو علي وحركات ال... وات ايه ده؟ انت لابس ايه يا ابني؟ انا مش حركات قطه. حركات قطه ايه؟ دي مش قطه دي يا ابني، دي نمر دي. انت كده مش قطه. ايه ده قصدك ايه؟ كده حركات النمر يعني ولا ايه بقى؟ ايه ده؟ خلاص انا بقيت حركات التلفزيون يا ابني. ده كده مش تلفزيون يا ابني، انت كده روبوت. ايه ده يا ابني بربوت ده؟ انت بتشوفني يا ولا ايه؟ يا ابني بربوت ايه بس؟ اسكت. انت عايش في 1970؟ استنى حركات دلوقتي، بص هننزل عربيات بقى. ايه رايك نسبب عربيات لونها اسود؟ اختار اي عربيه لونها اسود ونعمل بس بقى. طب ماشي يا حبيبي، هجيك عربيه اسطوريه. نزل العربيه الاسطوريه دلوقتي وانا هنزل العربيه دي. يابا علوية، عربيه سريعه وجامده. اوكي الو، دي عربيه سباق يا ابني، انت مجنون يا ابني، دي عربيه طويله يا ابني. دي يا ابني مش جايبه طويله عشان اروح الخط بسرعه. الخط بسرعه؟ انت فاكر عشان طويله هتوصل للخط اسرع؟ انت عيل نوب والله. حركات اوكي، خلينا نعمل اللون الاسود كده على الهوايه. يب احنا دلوقتي بقيت عربيتنا السودا وجاهزه. حركات دلوقتي هنعد. اوه حطيت تيربو، ما اتفقناش على تيربو. خلينا نحط تيربو على الهوايه بسرعه بسرعه. اعمل تيربو اون وخلينا نختار رقم 3 اعلى حاجه ونحدد السرعه بتاعتنا 200 وكده. ليتس جو، عربيتي تكون جاهزه وفيها تيربو. انا واجب علي عد بسرعه. طب حركات 3 2 1 اوكي. ايه ده الواد ده سيبها قبل؟ استنى حركه الانصاب يا ابني، مش ليه وعملت حادثه؟ قولي بولي، وانا عملت حادثه انا كمان. او ماي جاد، قالوا انا كنت مركز مع الواد حركات عملت حادثه. اوكي الو، انا اتحشرت والله اتحشرت. ثانيه ثانيه ثانيه، خلينا نعدي العربه بسرعه عشان نتصاب. اوكي اوكي الو، انت بترجعني تاني في نفس المكان؟ الذكاء ده. اوكي الو، اطلع اطلع. وات ايه ده، هو عربيتك اللي حصل فيها يا ابني؟ انا ابو دواد ما لاش مخشاش بسرعه، يلا شوف بسرعه بسرعه. انت مجنون، انت راح تركب في عربيتي. اول يا ابني يلا بسرعه عشان مخشاش. يا ابني وانت عندك مخك ضارب؟ إيه انت عربيتك ولعت يا حبيبي، يعني كده السباق بتاعك انت خسرت اصلا. لا ما انا اركب جنبك ومش هخشع. الواد ده مجنون ولا يا ابني؟ ما انت بتسابقني انا، ورب النعمه ان انت عيل نوم اصلا وفرقه وقطع عملنا حادثه. بقول لك يا حركه. الو ايه ده، هو ايه اللي بيحصل ده؟ هولي بولي، او ماي جاد، احنا فين؟ الو احنا عملنا حادثه. واضح حركه انت اللي جنبي ده. اول يا ابني مش انا راكب جنبك بالشارع. طب انزل انزل حركات، انزل ثانيه. هولي مولي ايه ده، هو ايه اللي حصل لنا؟ والله ما فاهم حاجه. ايه ده، هو ايه البيت ده علويه؟ اوه بيت كبير والله، في بلاي. خلينا نعمل بلاي. اوكي ما نشوف ايه اللي هيحصل. الو علويه، هو ايه اللي حصل؟ اوه الحقوا ايه ده، جينا فين؟ الله لوحدي، مكتوب لوحدي علويه.
وده حركات انت مكتوب عندك قالون يا ابني. يا ابني بوش قالون مربوط بوش مش فاهم حاجة. انت من امتى بتفهم اصلا؟ ايه ده؟ فلاش لايت وفي عندنا هنا بانديج وفي عندنا حاجات كتير تانية. اوكي ده التليفون بيرن. I must be up. ده تليفون المفروض ان انا اخد التليفون. اوكي حركات وزك حركات الفرقة. وانا بالي التليفون بيرن فيه. التليفون اللي بيرن؟ اه ناك ده وانا حركات. هو المفروض ان احنا نفتح التليفون ده؟ اما تمام يا ابني عشان ما تجيش فاتورة كبيرة. فاتورة كبيرة ايه بس اسكت اسكت ثانية. الو السلام عليكم. مين؟ ايه ده؟ انا مش سامع حاجة ثانية خلينا نعدي. ايه ده؟ ايه ده حركات استنى ده بيقول لي listen to me carefully هي كد ده بيقول لي اسمعني بحذر يا طفل. انا احمري كنت طفل ليه؟ ايه هو ده انت بتضحك عليه؟ ما هو بيكلمني وبيكلمك انت غبي ما انت نايم معاه في نفس الاوضه ده انت عيل نوب. اوكي ده بيقول لي على اللوية ان في جهاز الجنريتور ده اللي هو في البيزمنت بيقول لي شغله الراجل اللي كلمني في التليفون. اوكي خلينا افتح كده. ايه ده فلوس؟ فلوس دي ولا ايه مش عارف. اوكي افتح كده ابو علي يا ابني ثانيه ما تقفلش لما انا افتح الاول خلينا نشوف. اوكي ايه الحاجات دي؟ الو افتح كده. يا ابني الحاجات دي بتروح فين يا ابني؟ هو انت اللي بتسرقها يا ابني؟ مش ما خدتش حاجه انت والله شكلك حرامي واخد كل حاجه اصلا وانا مش معايا حاجه. ايه ده شوكولاته؟ خدت شوكولاته. ليتس جو اكشر واي شكلك ما تديش الشوكولاته دي دلوقتي يا ابني. استنى اديلك من حته بس استنى. الشوكولاته دي حركات عشان لما دمنا ينقص تقريبا. استنى انت عيل نوب خلاص يعني الشوكولاته سرق كل حاجه والله. اوكي دي اللي هي الاوضه اللي احنا كنا نايمين فيها. اوكي اوكي في حد بقى بصوا على اللي المفروض يبقى معانا. انت يا ابني هات الشوكولاته. يا ابني شوكولاته ايه بس استنى. ايوه خدتها. ايه ده سرق يا حرامي يا فرخ سرق من جيبي انت. واد وريني كده الشوكولاته. لا الشوكولاته دي بتاعتي والله انت عيل نوب. اوكي اوكي خلينا افتح هنا كده ممكن الاقي اي حاجه. مفيش حاجه. اوكي على اللوية. طيب خلاص انا كده اعتقد ان انا جاهز ان احنا بقى ايه نطلع بره الاوضه دي. تعالى تعالى حركات. في هنا دولاب في عندنا نار في عندنا كشاف بس الكشاف ببطاريه. اوكي مش عايزين نخلص البطاريه هي البطاريه اللي على الشمال دي على اللوية. والدم بتاعنا وات على المكان اللي احنا فيه. او ماي جاد تعالى تعالى حركات كده تقريبا كده على اللوية. احنا في غابه والغابه دي اكيد فيها حيوانات مفترسه فهنسمي الله ونفتح الباب. تعالى كده حركات بسم الله فتحنا. هولي مولي دلوقتي احنا هنشغل الكشاف اكيد بس الكشاف المشكله هيخلص. لا 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 على اللوية. وات يا نهار زبادي اللي وقع ده النجفه وقعت. افرض انا كنت ماشي كانت وقعت على دماغي. يا رب كانت تقع على دماغك حركات. انا عمري كان وقعت على دماغك كنت هتعور. تتعور ايه بس انت ما شفتش النجفه اصلا يا ابني. انت ركزت شفت اللي حصل؟ لا ما انت عشان فرخه عمال تسرق كل الحاجات اللي في الدرج. سيب لي حاجه سيب لي حاجه انت عمال واخد كله كده ده انت عيل حرامي. ايه ده دي ايه؟ اوكي والله سرق كل حاجه على الواد. وده حركات انت نور الكشاف بتاعك وانا لما كشفك البطاريه بتاعته تخلص ابقى نور كشافي. طب طب انت عامل لما تضحك عليا ولا اجابه يا ابني؟ ما احنا مع بعض. استنى اوكي على الواد ما ينفعش تقريبا ننور دي. خلينا ننور كده بكشاف. نور ابو علي الكشاف مش منور ولا ايه؟ الو نور. الحمد لله هو كده ده النور بتاع الكشاف. وات كده الكشاف منور. اوكي اوكي بسرعه خلينا ناخد ده. في كشاف كشاف تاني. اوكي اه بيقول لي انت معاك واحد فعلا. طيب ماشي دلوقتي جينا بقى على القصر. وانا وعلي احنا فين دلوقتي؟ احنا تقريبا كده. وات 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 الحقوا على وقت على حركات. تعالى بصوا ايه الاثار دي؟ ده تقريبا في وحش جوه. الاثار دي مخالب ذئب تقريبا اللي موجود على الباب. لو انتوا عارفين المخالب دي بتاعت ايه انزلوا اكتبوا لي في الكومنتات. تقريبا كده على الوية. احنا ثانيه حركتها. واو الحق البيزمنت اهي اللي بيقول لنا افتح الجنريتور في البيزمنت. هي دي ده الباب بتاع البيزمنت. فيه خشبه محتاجين شاكوش حركات او هامر اهو. اي نيد الثانيه مكتوب ايه؟ اي نيد تو فايند هامر. اوكي لازم نلاقي حركات شاكوش فاحنا نشوف. ايه ده؟ هو ايه ده؟ تعالى تعالى حركات في هنا سلم. السلم ده فيه ايه؟ اوكي على الواد ده كل حاجه متكسره هنا. تعالى حركات بسرعه خلينا نيجي. مولي مولي اوكي على الواد في عندنا هنا مفك. اوكي مفيش اي حاجه تاني ممكن ناخدها. الكشاف بتاعي مقرب يخلص. حركات افصل كشافك يا ابني. مش انا قافله. برافو عليك. ايوه كده احنا قافلين الكشاف بتاع حركات. المفروض دلوقتي ان احنا نلاقي شاكوش. مفيش هنا شاكوش. اوكي على مش لاقيين اي حاجه في الاوضه دي فاحنا هنضطر ان احنا ننزل تاني بسرعه بسرعه. وات ايه يا ابني ده يا ابني؟ وادي حركات انت فين؟ وانا بعدين ويا ده حركات هناك. بسرعه بسرعه بسرعه
خلي نروح هناك. اوكي على دلوقتي خلي بالكم، اوه المشي السريعه بتبطئ، بصوا بتاخد من الطاقه بتاعتي. اوكي جينا عند الباب اللي عليه المخالب تاني. ود واضح حركات، انت راح في... انت رحت فين؟ تعالى هنا يا ابني، انت راح تنزل وخلاص. في بوابه اهي، الواد ده بيعمل ايه؟ اوكي هو اللي فتحه ولا ايه؟ انت اللي فتحت البوابه دي؟ مش فاكر يا ابني، ركز انت ولا مش انت. ليتس جو دلوقتي على ندخل. بسم الله هندور كده على اي حاجه ممكن نستخدمها، كل اللي احنا بنلاقيه في الادراك دي اكيد هنستخدمه. فاحنا هنشوف دلوقتي بسرعه في كشاف. اوكي انا معايا كشاف خلاص. دلوقتي في زرار تحت تاني؟ لا ده في درج ومعانا نفس الحاجه. طيب الباب ده بقى فيه ايه؟ ممكن نفتحه ونكتشف. فتحنا، تعالى حركات في مكتب. شاكوش شاكوش شاكوش، لقيت الشاكوش حركات. وانا معايا شاك بكوش. والله انت اللي شعرك بك. اوه ماي جاد، تعالى حركات نور لي، حركات محتاج نور، تعالى بسرعه نور نور. انا اول ما خدت الشاكوش الدنيا فصلت نور كده، الكهرباء قطعت. تعالى حركات، مش الشاكوش هو اللي كان موصل الكهرباء ولا ايه؟ انا بقى ليه دلوقتي مش انا مدير؟ مدير ايه بس ده منظر مدير ده؟ تعالى بس حركات كده. اوكي على الواقع ده فلوس دي ولا ايه؟ ماشي خلينا ناخد الفلوس، معرفش ايه فايدتها. تعالى كده حركات، تعالى نور يا ابني، خلينا نتاكد كده من هنا يا ابني. وش ولا بنور؟ انت بتنور لنفسك، بص بيبص يا ابني نور لي، ده انت غبي. تعالى تعالى واد. اوكي على الواد دلوقتي بعد ما خدنا الشاكوش هنطلع بره كده على الواقع. انا مش شايف اي حاجه وانا بلعب، انتوا ممكن تكونوا شايفين عشان انا مظبط لكم الاضاءه في المونتاج، لكن انا مش شايف اي حاجه اصلا. اوكي تعالى حركات، انا بقى استناني يا ابني، مستنيك. اطلع بقى اطلع، ده انت فرخه. اطلع تعالى تعالى ورايا، مسك الشوكولاته يا ابني، امسك الكشاف. لا الشوكولاته يا محمود خلينا كلها. ده انت عيل لوك، تعالى تعالى الشاكوش اهو. بص يا ابني نور بقى عشان الناس تشوف، نور نور. ايوه كده عشان العلويه يشوفوا. بص على العلويه دلوقتي احنا لو دوسنا ايه، فتحنا فتحنا، فالمفروض دلوقتي الخشب يا اب الخشب اتحاش دلوقتي. علويه افتح يا سمسم، ليتس جو، احنا دلوقتي في البيزمنت يا ابني نور. كم كم نور؟ انا مش عارف انت ليه بتطفي. بيقول لنا هو ده الجنريتور علويه، ده المولد اللي هو بتاع الطاقه. اهو نور نور عليه حركات اهو يا علويه، هو ده الجهاز بتاع الطاقه المفروض ان احنا نستخدمه. الو استخدم. اوكي بيقول لنا ان الجنريتور علويه does not have any gas. I must find a gas tank. المفروض ان احنا نلاقي جاز عشان نقدر نشغل الجنريتور، الجاز بتاع الجنريتور اللي هو مولد الكهرباء ده. تعالى حركات تعالى. طيب دلوقتي علويه خطتنا ان احنا نلاقي الجاز طبعا اللي هو البنزين يعني. تعالى حركات تعالى، فالمفروض ان احنا ندور عليه. نور كده حركات. اوكي اوكي حركات اللي بنور، امشي انت قدام حركات، امشي قدامي. ايوه نور لي كده وامشي قدامي بسرعه. ثانيه انا محتاج انور، انا على الواد محتاج انور دلوقتي عشان بقينا في اكتر من مكان، في مين وفي شمال. هناخد اليمين الاول. او ماي جاد ايه ده؟ ده دي انا افتكرتها جثه حد، طلع توب اصلا قديم. يا ترى فين الجاز؟ فين الجاز سانك؟ حركات انت عارف الجاز حركات؟ هو يا ابني عفو اللي هو شبه حاجه الساعه. حاجه ساعه ايه بس؟ انت بتجنني. حركات الجاز يا ابني. اوكي بسرعه خلينا نجي هنا، مفيش اي حاجه. او ماي جاد نور الكشاف، مش عايز ادور ليه؟ او نور. وات 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 وات، في سبايدر سبايدر. لا سبايدر، او ماي جاد ايه ده؟ اجرى حركات يا ابني، يعني انت ما كنتش شايفه؟ ده انت غبي ولا ما شفته؟ النعمه ان انت عايز دوب. ده ماسك دماغه بياكلها على الواقع، بياكل دماغ حركات. اوكي اوكي خلينا نمشي بسرعه بسرعه بسرعه. اطلع اطلع بره يا ابو علي، اطلع بره يا ابو علي، جاي ورايا جاي ورايا. او ماي جاد خلينا اهرب. اوكي لو انا ماشي كده ومش عارف البتاع في حركات اهو. او ماي جاد حركات، وانا مالي حاجب اهو. او ماي جاد جاي ورايا جاي ورايا، شافني؟ لا ما شافنيش، الحمد لله الحمد لله. وضع حركات، قوم يا ابني. كم كم ليش متحمي انت؟ وضع حركات غبي، امشي ورايا بص ما تتحركش. كم كم مش واكو، يلا بسرعه بسرعه. تركيز على الواد دلوقتي، المفروض ان احنا اكتشفنا ان احنا لما ندوس كده سي او كنترول بندخل نستخبى في الفتحات دي. اوكي من الوحش الشرير، تعالى تعالى حركات. او ماي جاد بالراحه كده وخلينا نركز. فين الوحش؟ الوحش اهو حركات. استنى استنى ما تحملش اي حاجه، خلينا مستخبين هنا كده. ايوه ارجع انت حركات، ارجع عشان ما تموتش يا فرخه. بسرعه بسرعه بسرعه. اوكي على فكره المفروض واحد مننا يروح يجيب البنزين، واحد مننا يقف هنا. انا مش عارف الاوضه دي ممكن يكون فيها بنزين، مش عارف في ايه تاني هناك كده على الواقع، مش عارف. بس تقريبا دلوقتي هناكل شوكولاته عشان نطلع نجري. اوكي انا ممكن امشي كده بالراحه بالراحه. بسم الله. اوكي على الواقع الوحش هناك، ومش بعيد مش بعيد. بسرعه بسرعه علي، بنزين بنزين،
مفيش هنا اي بنزين. وات مفيش بنزين، معناها انا لازم اطلع اجري، لازم اطلع اجري على الوين بسرعه 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 عشان لو جه الوحش هيموتنا. المشكله على الوين بطاريه الكشاف اصلا بص مقربه تخلص. خلصت تعتبر بطاريه الكشاف بتاعتي خلصت، انا كده معيش بطاريه ثانيه. اوكي على الوين دلوقتي لازم ناكل شوكولاته بسرعه عشان الشوكولاته هتدينا طاقه نقدر نجري بيها تقريبا. اوكي اوكي لازم اتسحب دلوقتي ان انا اروح هناك، الوحش تقريبا هناك على الوين، بس انا مش شايف حاجه والله ما شايف حاجه. بسرعه ماي جاد هناك اهو، جاي 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 جاي، مفيش اي فتحه في الارض نستخبى. طيب اوكي دخل اوضه هناك، تعالى حركه نور لي ماي جاد. ثانيه على الوين ثانيه، في سلم هنا ادخل كده بعلي، يب 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 ادخل. دخلت 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 اوكي او ماي جاد، اجري حركات اجري، ده جاي هولي مولي، كان جنبي كان جنبي على الوين كان جنبي. وات ده جاي جاي، وادي حركات، جبت البنزين او الجاز. او معايا ايه يا حبري كات الشابو تشرب ايه، وانت فاكر نفسك توك توك العربيه؟ استنى انت عايز بنزين؟ اوكي اوكي المولد نور لي هنا يا ابني، نور نور شابو. اوكي خلينا نحطه، الو حطوه يا كابتن. ايوه ايه لازم ننور حركات كابو يا مولد. اوكي على الواحد حطينا البنزين، المفروض ان هو بيقول لي هولد. اوكي افضل دايس ايه، ليتس جو. على الواحد بحطه عشان الكهرباء ترجع تاني في المكان ونشوف ايه اللي ممكن نعمله. ليتس جو ليتس جو، نورنا الكشاف، كشاف نورنا النور. تعالى تعالى حركات دلوقتي، ايه اللي هيحصل انا مش عارف. خلينا ننور كده، الو ايه ده، الحقوا رجعونا فين؟ بيقول لنا ان احنا رجعنا كده للاوضه بتاعتنا. اوكي بيقول لنا ايه الصوت ده، المفروض ان في صوت حصل. وانا حركات انت فين يا ابني؟ مش هبايا بر... استنى يا ابني انت ايه اللي طلعك؟ اوكي على الهوا ثانيه، تعالى حركات تعالى، خلينا نطلع كده على الهوا ونكتشف ايه اللي حصل. انا طبعا دمي ناقص، الطاقه بتاعتي نازله، المفروض ان انا يكون معايا شوكولاته او اكل شوكولاته. خلينا نجري كده بسرعه. اوكي اوكي في شوكولاته اهي، كل ابو علي كده بسرعه عشان ناخد من في سبيد، يعني بتظبط لنا السرعه على الشوكولاته. اوكي لانها طاقه، يعني عارفين انها بتظبط الطاقه. فالمفروض دلوقتي ان احنا تعالى حركات تعالى، هننزل تحت تقريبا. اوكي ايه ده باندج، خلينا ناخدها، هات الباندج يا ابني. استنى خلينا نجيب دي. ايوان يا ابني انت بتدور ايه؟ مفيش فلوس يا ابني، مش عايزين فلوس. تعالى تعالى حركات، المفروض دلوقتي على هننزل هنا كده في البيزمنت. تعالى حركات تعالى، بعد ما شغلنا الكهرباء خلاص بقى. وات التليفون بيرن اللي في البيزمنت. اوكي اوكي تعالى حركات، لازم كنا ندخل طبعا عشان نرد على التليفون ده. طيب طب حاضر حاضر، فتحنا. ايوه نفس الراجل. وات ايه المكان ده؟ also champ could you help me out you see I've lost my family heirloom in the observatory room. ايه ده، ده بيقول ان هو يعني خسر عائلته في الاوضه، في اوضه هنا على الهوايه. I need to find the ايه املوت. ايه ده، ده التعويذه دي تعالى حركات، تقريبا تعويذه على الهوايه حاجه زي كده، دي تعويذه. تعويذه تعالى حركات تعالى، المفروض ان احنا نمشي فين؟ حركات تفرخت، تعالى تعالى بسرعه. او ماي جاد في صوت 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 صوت، مش عارفين على الهوايه نلاقي وحش ولا ايه، بس احنا ماشيين مش هننور كشاف لان الدنيا منوره اهي وزي الفل الحمد لله. لا. يا ابني اطفي الكشاف يا ابني بدل ما يخلص، ممكن يكون في مكان ضلمه. اوكي الحمد لله دلوقتي وصلنا فين؟ حركات هندخل يمين ولا شمال؟ امشي على طول يا ابني، على طول فين؟ في حيطه، يمين ولا شمال؟ بقولك على طول يا ابني انت غاب والله. ندخل يمين ولا شمال على الهوايه؟ انا من الهوايه. طب طيب استنى بس، انت داخل تسرع كده، داخل تسرع. ثانيه في بطاريه، بطاريه جديده للكشاف. ايوه تقفل كده، افتح، مفيش اي طاقه. طيب طيب امشي بقى بسرعه، امشي بسرعه. اوكي المفروض دلوقتي على الهوايه ان احنا هنمشي كده وما نشوف فين العائلة بتاعت الراجل اللي هو بيقول عليها. او ماي جاد ايه كل ده؟ وات كل ده تحت الارض؟ لازم يقول لازم يقول هولي مولي. او ايه ده على الهواية، انتوا متخيلين كل ده تحت الارض؟ ثانية طاقة طاقة، عايزين شوكولاتة شوكولاتة، انا معايا شوكولاتة بس مش عايز اخسرها. واحدة كمان يب، خلينا ناكل دي بس الاول عشان تدينا طاقة، بعد كده ناخد الشوكولاتة دي، انا ما ينفعش ناخد اتنين على الهواية. اوكي بعد ما مشينا بص 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 الطاقة بتنزل عشان بجري سريع. ليتس جو ليتس جو ليتس جو اسرع، في شوكولاته شوكولاته. طيب ناخد البطاريه بتاعت الكشاف. اوكي الفلوس ما بتعملش حاجه، الفلوس دي بنشتري بيها كشاف وبنشتري بيها حاجات من الشوب طبعا. اوكي قبل ما نبدا اللعبه طبعا طبعا هنيجي هنا، تعالى حركات تعالى، المفروض ان هنا النهايه بقى. ايه كل الطريق الطويل ده؟ امشي امشي امشي. وات ايه ده، في مكان اهو، تعالى تعالى خلينا ندخل هنا. اوكي هو ليه بطل السرعه تقريبا على الهوايه كده؟
في حد هيجي لنا؟ لا مفيش. اوكي سرع. مولي مولي المكان ده اسانسير ده اللي وات اسانسير اطلع انزل انزل الحركات تعال تعال هلو يا مش عارف ايه. او ماي جاد البيت ده انا مش عارف ايه كل المكان ده وتقريبا في وحش سمعت صوته. او ماي وات 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 هولي مولي ده الوحش اللي سمعت صوته. الو الو ايه ده انت مين يا كابتن؟ وانا بعلي تاني جوا كده يا نهار زب. انت عفريت يا ابني في البتاع ولا ايه؟ بس انا كنت في مكان لوحدي. انت مين اللي جابك هنا؟ او ماي جاد جه امتى ده يا علويه؟ انت يا ابني تعالى هنا. وانا مالي بوش يا معلق. معلق ايه بس؟ انت بوظت لي الدنيا. انا استخبيت في مكان هناك. الو ثانيه المفروض الواد معلق عليا. يا ابني اطلع هتحبسنا اطلع. اوكي اوكي او ماي جاد يا علويه انا رجعت للمكان ده كان فيه وحش بيجروا ورايا. الو انا ازاي رجعت هنا؟ اوكي يا علويه جيت للمكان التاني اللي عند البيت ده. اوكي الوحش اللي هو العقرب. في عقرب يا علويه موجود هنا في الممر. هنمشي هنمشي تعالى واضح حركات الفرخه بسرعه بسرعه بسرعه. المفروض ان احنا نبقى ماشيين جنب الحيطه عشان لو لقينا العقرب ما يموتناش. اوكي دور واضح حركات ممكن تلاقي شوكولاته ولا اي حاجه. دور تم تم مش ولا ايش انت خشش حبايه. هو انت جاي اصلا مش جاي تعدي معايا المكان. اوكي في عندنا دلوقتي مكانين هندخل انهي مكان؟ وات انا كنت مستخبي موت سبحان الله ازاي مش عارف. خلينا نعمل ريفايف. اوكي 50 روبوكس حراميه. هولي مولي رجعني في وات رجعني في الاوضه اللي انا نايم فيها. يعني انا دافع 50 روبوكس عشان ارجع للمكان اللي انا كنت فيه ارجع للاوضه. هولي مولي بجد ده نصب ده. وادي حركات تعالى تعالى حركه ده فرخه. هلويه العقرب ده هو البيض بتاعه اللي موجود ورا. اوكي واحنا مش لاقيين الحمد لله شوكولاته اهي. ليه شوكولاته؟ تعالى خد شوكولاته حركات. انا في شوكولاته عندك عندك. اوكي هلويه دلوقتي البيض بتاع العقرب هو اللي ورا فعشان كده بيأمنه والعقرب موجود هنا. اوكي على فكره لو احنا صرفنا كميه روبوكس بسبب ان العقرب موجود في الحته دي يا ترى ندخل اي مكان؟ في عندنا فتحتين اني واحده. اوكي اوكي اهو تعالى حركات في حاجه هنا حاجه غريبه. وات ايه دي؟ هي دي اللي بندور عليها. ليتس جو تعالى حركات لقيناها. اوكي ايه ده؟ التليفون بيرن التليفون بيرن. نروح فين؟ مش عارف. انا ممكن استخبى هنا كده واشوف صوت التليفون او تعالى تعالى حركات خلينا ماشيين زي ما احنا. اوكي علوي خايف ان العقرب يجي بسرعه بسرعه خلينا نسرع. العقرب فين؟ او ماي جاد في هنا شوكولاته شوكولاته تانيه حركات اهي. تعالى تعالى معاك شوكولاته خلينا ناخد الشوكولاته دي. يبقى بقت معانا 2 شوكولاته. اوكي وجينا عند اوضه شكلها غريب. وات الو الو مكتوب هنا الو لوحده وهنا التليفون فين؟ الو السلم ده في باب تليفون التليفون بيرن فين؟ فين يا ابني التليفون؟ يا ابني عندي انت مش عندك فين؟ الو الصوت هنا بيفتح فتح. اوكي التليفون فين؟ او صوت تليفون فين؟ اوكي من هنا وات او لقيت التليفون. بس ثانيه واحده بس خلينا ناكل شوكولاته عشان لو في بس اي حاجه نقدر نجري. افتح افتح كده. دي بتقول لي هي ده وات وات دي زودت حركه بنت صوت. اوه ايه ده الوحش اللي كان بيجري ورانا هو يا علوي. هولي مولي لا هجم علينا. الله وات انا صارف بتاع 400 روبوكس يا علوي كل شويه نموت والموته ب 50 روبوكس وفي الاخر كده ايه النهايه دي؟ واجب علي مرب يا بابتشي بدتي كده بابتشي 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 كده اول اكسر راسه اشفت روبوكس كتير. استنى بس حركات. والله يا علوي كل شويه حركاتي تموت ام روبوكس وانا موت ام روبوكس وفي الاخر اللعبه تطلع كده. مكتوب لنا يا علوي بارت تايم كومينج حقه ده بيقول لنا الجزء الثاني هيجي بس لما تعملوا 10,000 لايك للعبه. اوكي علويه هي دي اللعبه بتاعتنا طبعا. لو عايزين تلعبوها اقول لكم ازاي تقدروا تلعبوها. شوفوا علويه كل الناس اللي موجوده هنا دي كل النوبات دول اللعبه طبعا محولنا كلنا نوبات كل النوبات دول بيلعبوا اللعبه. اللعبه دي صورتها هتظهر قدامكم دلوقتي هي دي اللعبه روحوا جربوها قولوا رايكم وبصوا اسم اللعبه اهو اللي اسمه الون ده وبعد كده بتيجي تركبوا العربيه دي هنا بصوا تقدروا تلعبوا ثلاثه مع بعض. اوكي لو انتوا ثلاثه اصحاب في هنا اثنين لو انتوا اثنين اصحاب وفي هنا لو انت حابب تلعب اللعبه لوحدك. اوكي كل عليك بتركب العربيه كده واللعبه بتعد هنا فوق 9 8 7 بعد كده
بتبدأ اللعبة، اوكي؟ واللعبة دي لسه جديدة، وعلى فكرة انا تقريبا صرفت 350 روبوكس وحركات مات تقريبا 5 مرات، مش عارف كم 5 مرات في 50، يعني كمية روبوكس كتيرة. انا عاوزكم تنزلوا في الكومنتات تكتبوا لي انتوا هتعدوا اللعبة دي من كام موتة، واللي بصراحة ابو علي انا مت مثلا 5 موتات، مت 6 موتات، حركات انت مت كم مرة؟ 5، حركات مات 5 على الوي، انا مت بصراحة 3 مرات او 4، اوكي؟ فاشوفكم الفيديو الجاي، سلام.